وإلهي مهديس إن عاوى أن هل كان السجن مادنو إنغو كلو كن قف وكسوغان مقالة مدح ذا قل مدوغا لوسو مرعب كان وضا شقينا إن سيدي لورد ما يستري لهاي قيد سعدك ديبردسك قل مدوغ وإن كيغو مهد علينا يا كسو قيب قلقات كسو قيب قشين افتين كهل كان كم مغضى وحوها مد لقف كيري كيري كلي انو دعي كرو سد حما افر بلوت كور وعن هل كان اغو مهد علينا يا قدي قدي بهشي سينتا وصوقة من قابية شركا وشغا ادو ادقنا صوقة بطي حلي يدي انصور دافني وعن سيدو كلام مهد علينا يا وزير سبرية وزير وهلية يدمان شغالها وزارة دارمها قدها وشغو وين سوقبتي بلا بضن يوقت بضن السوق اللي هوشان عاو فرنو وحن مهد بلارن اجيدين ايا علماء الدين كالو سنة كل قد شو محمود شو اشعري يا شيخ شاكر ومالنتي عن هلكن نمد الا هدا نقرب تاقنا دادال كيسة يا دلقات كيسنا وسببت وين ويا هي عاوة ان هلكن جوبنا وحان اد اذن كيقعد صنايا انسي مقل الله وصب ايو شيخ شاكر وحن مهادو علينا ناوي لشي دلن يرادا ها يدو عن انتا نكال كودير هذي اني حرايان ديگان كد سيديد ويل او صوماليات او ري قلمدوغا ايا بلاباي اني عدوغا كو حرايان هلكن لذال كودي ايان هلكن كفر دينا انتا دمتاي او كمده سيديد داس ويل الله ونا حريستو قال كلو كمدا او نول سيديد داسوان انو قولا كل مينا وحان لايا هاي ابالكي والا ايدين هايا انتي كلا او قيبكا هايد او نيجا اللي شيقنا ومهد سنتين وحان هل كان امان ايا الشرف او قسو جيدين ايا مدحوين حاف او بالعبيد دي بهشيسين تا عاوان هل كانو فردنو وقاتي قوان جيس النمالي مركي وكباقي إن قل مدوك لمدهيو أين كدع دو دور الشحر يا حلالة نلمجوغ عاوة مدحوين حاف لكن دادالك وصو مري إنو قل مدوك سكينو إيو باقي وكباقي إن دور الشحر لقبتو أيا يدنا سببوه إنان عاوة هلكن جوغنو وحان لا يهي مدحوين حاف ومهتصنت هاي دادالكي اتسو قلسي رجل بدوغنا أبالي كوهايان إذن كان وحان إذن كو عطسانا يا إستاقو النقمقن إنا نسيب مقلة إستاقنا سعباد يسوقو قيل وحان مهد علينا إنا عيدا ماذا صوماليات حوق الدلكة كوالا غرميي يكو هربا وهذا ركتين سيدا يوغا شقين آيان أمنيقا مقالة يقبلك وأديار قروبا يا سيان إذن كوكوب بشاريو إنا يبلابان هول قلو وقت دو سيد لوغا حرايا عدوغا دمان ديغا ندى قلم دو كديلا يا وحانو مهد علينا إنا إذا مدى والعليه ناميسو ويقونا نلجوغا مقالة ونقل الشقين آيا سيانوغا مريدر اللد ذلك انهار ده صعبه وحانش مهد قارة وحلين آيا حلبانه ذا لبد عقل ونلسو باللابي قيد سعود كان نلم مري ميل والبا عاوانا هلكم فرديا بدن كود وحان لايا هاي واد قدتين واجبات كي ايدن كل هاد deegan keen oo la idin soo doortay waxyar aad dhiman u dhabar adeega
oo nala dhameystira waxaanu mahadcelinayaa ganacsatada reer galmudug oo qayb ka ahaa dadaalkan oo iyaguna yimid magaalada dhowr mar oo nagala shaqeeyey hawshan iyada ah waxaan marna la ilaawi karin doorkii dhallinyarada reer galmudug ay ka qaateen geedi socodkan meel walba ay joogaan oo galmudug ka mid ah adaade iyo cabid waq iyo guraceel iyo dhuuse mareeb xaraale iyo hurshe gaalkacyo meel walba waan tegay iyo kuwa xamar ka yimid oo soo xilqaamay oo reer galmuduga waa yididiilo waa mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed ee reer galmudug kasoo jeeda idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gabdhaha soomaaliyeed oo na garab taagnaa maalintii aan shaqada soo bilownay la-aantiin galmudugna ma jirteen soomaalina ma jirteen waa u mahad celinaynaa gabadhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan abwaanada reer galmudug oo markii shaqada aan bilownay iyadoo inta badan aanay aaminsanayn inay miro dhalayso aaminay oo bilaabay inay dadka dhiirigeliyaan caawana halkan qaarkood joogaan waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin odayaasha halkan fadhiya oo meel walba oo aan tegay aan ugu nimid na soo dhaweeyey albaabada noo furay guryahooda nagu soo dhaweeyey waa idiin mahad celinaynaa weliba dulqaadka aad muujiseen waqtiga dheer oo halkan joogteen waxaan leeyahay shaqadii aad soo bilowdeen dhammaystirkeedii aad ku jirtaan ilaahay ha idinla garab garo waana mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaan leeyahay beesha caalamka oo reer galmudug iyaduna garab taagneed waana aaminsanahay inay muujiyeen dadaal dheeraad ah oo ay tahay kulligeen inaanu mahad celinno dadkaas reer galmudug oo dhan kulligood waxay fahmeen in galmudug ay tahay xuduntii dalka isku xiraysay waqooyi iyo koonfur dadka halkan fadhiya iyo kuwa reer galmudug oo dhan waxay fahmeen inay galmudug tahay ahaan jirtay inay xuduntii ganacsiga soomaaliya xuduntii xoolaha waxay fahamsan yihiin inay tahay xuduntii xornimada iyo xuduntii laga oogi jiray lagana ooga soomaalinimada waxay fahamsan yihiin inay galmudug tahay ahaan jirtayna xuduntii difaaca dalka maanta waxaa halkan ka muuqata marka laga qiyaas qaato kunka qof ku dhowaad halkan fadhidaa inay noqon doonto xuduntii heshiiska iyo nabadda soomaaliyeed haddii ilaahay yidhaahdo maadaama marka haddii aad tihiin reer galmudug aad isku raacdeen inay tahay xuduntii dalka aad og tihiin inay laf dhabar tahay su-aashu waxa ay tahay siduu u noolaanayaa qof xudunta laga hayo haddii aan xuduntii daawo loo helin soomaaliya daawo loo heli maayo galmudugna waa xuduntii ma daaweysno galmudug daaweysan galmudug nabad ah galmudug heshiis ah galmudug leh maamul shaqeeya waa horumarka dalka iyo dadka soomaaliya haddii aan ku sii noolaano galmudug wax la kala leeyahay oo aan la helin galmudug wax la wada leeyahay waxaa khatar ku jira mustaqbalka galmudug taasoo khatar gelinaysa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa dhab reer galmudug inaad xoolaha kale leedihiin inaad beeraha kale leedihiin inaad ceelasha kale leedihiin inaad beelaha aad kala dhalateen aad ku kala abtirsataan sida halkanba aad ka sheegteen laakiin caawa iyo berri waxaad u baahan tihiin inaad samaysataan wax aad wada leedihiin oo aad wada difaacdaan
لحجي على إذن كوضا هايسو هذا سمنتهين وهقان كيدو قلو الدورة شي حر يا حلالة وحل كيدو مارتيه حد باهنتهين مامل حد باهنتهين دولة قوالات قل مدوغة دولة قوالات سيدة جيد وينة واد وضا هرستان وقرر هذا كهوز قشان أما أتروبك وقو كرتان وحد باهنتهين إنه تشان وحي سكوكين سو دوي السكوكين كان قوغش مان تفتسن يشركا أنا عاوة هل كان كده هفورا إنه والباب كي لقى قلائي دولة نمدى قلمدو ومهم إن هدية أن هاي رير قلمدو أن كبر أنه رير حمر كي هذا واقف في محومة لكن واقعي وهي يا حب شير قل مدوك حديا أن هاي وين أن أقبلنا أين أن كفنا مر كان أقبلنا كذب وين أن نقول كسك قابنا وين أن كعنا وأن نبض كود شقينا وين أن كعنا وأن صومالي تصنا وحنا لك أمين سيهاي نبض أيال لدوكسدا يا علاد لما دوكسدا نبض آدم وحبك هلين أيا كفي عن علاد آدم وحبك هشي وايو واتاني صومالي دو تراه دو ودا دوني وودا داتشي مدوني نو انجل مدوك أهاتو ميل قفكي عرو دبا وعردي سكانو وعلي عيدا كراتب مدوني نو أستانت انجل مدوك إن إساس مردن باهاتو وعن دونينا إنا يستانتين نوهاتون نبضى ورمركة يدولد نمدى وعربنا قل مدوغنا يهاتو موندى صومالي نمدى كنفا إذا يسنو أستامها دات كيدا أستامها داتك قل مدوغ وكوصا ليسن إنا إليهين دات غيرا لك دات قبل دات داقنك قرانايا دات مقالكا لغو يقانو ايهين صومالي نمو تدا نقبلين غورسي تدا نكوشاقين نعيب وانا نوغانا ان قوغوش يلا ديگي يهشيز كالليدن كوغو باقي ان اي تاي فراها مستقبل كقل مدوك وكوغو طمان نمط دولد نمو مد نمو وحوذاك ودا نولاشو يأس عفز إسعافيس كاس إساقا آه وحاشاليتو طلاباتي اوغو ريسي نو قاضي إلهي خير هسيا رير حرارة يرير هوشي يدو لغوال والسيني هاي سيديبي اوه شين دونان اي شاليتو إسكا عن قاضي وحاليتو انو حفلة ديني وان بلان قاضي انان رميستري دون رجال يقول لك لا هاي وحاكلات مرخاتك ورمرتيت كي كسب بحي شركي مانت لوجوس حري هوبيو وعم مرخاتك إن دتك شركي سحري ما لحد يوردن أي هل كم فديان سيقيبو قاتان فرتان كشركة وعم مغتا قل مدوج مدايسن أو سكوي مانيسا هذا بقى هدي سيت أب أه أنا وشينو هدي أنا ناير رجل مدو وهي مهم تاعي وحال هو با إنه إله النفر أيوة الباب بدي سنة حريستا وحال هو با هدي أن سدى على أو قلبي أو وشينو سدى يرحل على نوب اللابين يرروشة إنه يحولها إنه نضر الريان إن دل كان سرع في عن نقص وبيحدونه إن روبا باره جوكتدا لغا جوجيا ونو دي دونو إن دقاله هنو اي نو بركوبان إن علمي غا آن برناي اي دادكينا يدالكينا وحكو تري دونو
ما جيرتو مانتا سبب دمب وان اسكو ديدنو هدي عن نهاية دا صوماليا دا مر رجل مدوك ما جيرتو سبب لغو علوو ما جيرتو سبب لغو كلفقادو وايا كله جان وحان نهاية صومالي وحان نهاية دريس وحان نهاية ولالو وحان نهاية قرابو وحان نهاية حدد وحان نهاية اود وداك وحايدين كده حيا وحوالبا وحامركة لحذة النية لكلية وحالوغو تلمامي كرا وحالا ديه جيري واسوبق ويلكو داطي سينا ام حماد سيدا ساتهين ميلا مكلا آذي كرو وضياشنا دقنكا وينوفر ديال هذا بس يعني وشينو اما دو وشيسان نظام يا مامول لودن يا لو سميو وحام هيم ان اسلقر النو ان دانتا غاركا يا دانتا بيل لماذا مال اسكالغنو ونكوالا شقينو دانتا قول سببتو وحا ايتهاي دانتا غاركا هي ويكيني ويسي قرنمو بيل بيل يا قولا قولا نا ويكيني ويسي قرنمو قبيالد يا مسوما سخنا ويكيني وايين قرنمو دولد نمغا وحو البكوان اكسن لقن كسومالي دا مرك اندي هي سلقو فيريو ايا وحا اللي راه دا مرك اي بقالي فارس كوان اكسناتو اما اللو اي جيل كفي عناتو اما سليد اي سوبك سحينا كفي عناتو ايا بيل كوح اي قرر اي كفي عنان كران دول النمال لنا اول بول لغا فيريو تغن كينا مركا مركا لغو قياسو جواب تنوصو بحيسا وحي تاي وحان ندغي كرتا دول النمال كلي انتي انجوغي قل مدوك دي موين كودا waxa ii suurta gashay inaan soo maro meelo badan jidka aan ku safro la kulmo dad fara badan dhalinyaro iyo waayeel kulligood waxa ka muuqatay inay diyaar u yihiin dowlad goboleed galmudug ah oo midaysan kulligood waxa ka muuqatay inay rabaan nidaam u adeega oo siiya adeegyada ay u baahan yihiin oo aan iyaga ka adeegan kulligood waxaa ka muuqatay inay daaleen oo ay ka daaleen dib soo mareen waxaa kaloo ka muuqatay oo nasiib darro ah inay aaminsan yihiin laga soo bilaabo waqtigii xorriyadda la qaatay in dowladda aanay deegaanka si wanaagsan uga shaqeyn waa sidoo ugu yiri odaygii aan ku arkay gaalkacyo aanan marar badan ku soo celiyay oo yiri markaan galmudug kuu sheego sida ay tahay waa haddii nabi aadan la soo saaro oo adduunyada lagu soo wareejiyo meesha keliya uu dunida ka aqoonsanayo waa galmudug sababtoo ah waxba iskama bedelay oday reer galmuduga oo rabay inuu si sahlan ii fahamsiiyo waxa ay reer galmudug tabanayaan ayaa ii sheegay arrinka macnaheedu waxay tahay dadkeenna siyaasiyiinta ayaa fariin loo dirayaa oo ah haddii la rabo inay shacabka soomaaliyeedna aqbalaan waa in dowladdeedu ay adeeg bixisaa adeegana ay keentaa meesha ay shacabku joogaan waxaa kaloon ka soo bartay in shacabka reer galmudug ay yihiin dad naxariis badan albaabadooda furan yihiin kulligood keliya ay u baahan yihiin in lala fariisto la dhegaysto lala hadlo looga garaabo wixii looga khaldan yahay laakiin iyaguna ay si fudud uga garaabaan wax walba waan ka codsan maadaama marka rabitaanka shacabkeennu uu yahay midnimo iyo dowladnimo waa in idinka madaxda ah oo halkan fadhiya siyaasiyiin rag iyo dumar odayaal dhaqameed
وإنن كرهم إنا ربيتان كشعبك كان وضع شغيرنا دنت قد سبب توحي تاي مركا أن دنت قد كشغيرنا أي قف وليبا دنت قاروها قاقيسا قف كي قد دنت قد دنتي سيلاهي با أقودا وكو علوم هذا مرول بالنوشاق سيداس ترادد وإنن حسوسنا إنان أباهنين inaan walwalno markaan danta guud ka shaqeynayno uma baahneen inaan musumaaso ka shaqeyno uma baahneen inaan qabyaalad ka shaqeyno uma baahneen inaan dan gaar ah darteed ilaahayna dambi uga galno dadkeena iyo dalkeena ku dhibaateyno sababtoo ah qof walba risaaqadiisa ilaahay baa qoray xoog laguma keeni karo qof walba saldanada uu raadinayna ilaahay baa qoray hadaan lagu qorin heli maysid hadii lagu qorayna adiga iska jiifaad helaysa ana marxaati kaano iska jiifayti shirkan marka ay isugu yimaadeen hormuud ka reer galmudug oo dhan waxaan rajaynayaa in aad dadkiina uga faa'iideysaan una horseedaan horumar annagu waan soo shaqeynay halkanan soo gaarsiinay macnaheeda ma aha laga bilaabo hadda in la leeyahay dawladdu maxay shirka ka qabanaysaa laga bilaabo caawa qof walba halkan fadhiya mas-uuliyad ayaa ka saaran sidii shirkani u najax lahaa dib u heshiisiintu dhammaystirmi lahayd dawlad goboleedkii halkan laga sheegayo qof walba soo istaageyna ku salaysneed furfurnaanta iyo cadaaladda iyo hufnaantana looga dhisi lahaa waxaan rajaynayaa in shirku inta uu socdo iyo inta dhismaha galmudug ay socoto inaan fahmi doono in haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqeyso midnimo iyo dowladnimo in horumar la gaarayo sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqeysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taaganna waa run qabiilan kala nahay laakiin qabyaalad inaan ku shaqaysanna ma rabno waxaa la hubaa in ku dhowaad kunka qof ee halkan fadhiya caawa rag iyo dumar dhalinyar iyo waayeel haddii ay qalbigooda furaan isku duubmaan isu tanaasulaan iyagoo u tanaasulaya mustaqbalka shacabka reer galmudug una fahmaan horumarka shacabka reer galmudug inuu ku xiran yahay horumarka shacabka soomaaliyeed in horumar weyn halkan uu ka imaanayo dowladnimadu waxay naga burburtay markii intaanano aan kala qoqobnaanay midnimadii waxay naga yaraatay markii inteennani aan beelebeelo kala noqonnay kuna shaqeyna sidaa sidaas daraaddeed waa inaan ka guurno fikirka khilaafka ku dhisan waa inaan ka guurno dhaqanka colaadda ku dhisan waa inaan ka guurno maslaxadda qabyaaladda ku dhisan waa inaan aqbalnaa inay dowladnimadu macaan tahay oon kulligeen u guurno dowladnimada waa inaan aqbalnaa in dulqaadku uu ilaaliyo damiirka dadka oon kulligeen isu wada dulqaadano waa inaan aqbalnaa in darisnimadu ay tahay inaan isu dabacnaa isu dabacaasina uu dowladnimada ilaaliyo sidaas daraaddeed ay tahay inaan darisnimada dhowrno waa inaan aqbalnaa inaanay cidi noo imaanay inaanay galmudug noo dhisayn oo cidda la rabo inay galmudug dhisto annaga ay tahay dowladda federaalka soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aniguan ra-iisul wasaaraha ka ahay oo abshir uu ka yahay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo xildhibaanada iyo wasiirada halkan jooga ay qayb ka yihiin intaasoo qofi waa reer galmudug mas-uuliyad waxay naga saaran tahay inaan dadka reer galmudug kala shaqeyno inaan la dhisno
نظام يجو ليهين دبك كسارة عرورت مستقبل كورسر مدحينا يرزارونا وحيبلن قاضى أيام النظام كان أقول نقض النظام هفن أهرس هذا قل مذوق مستقبل دتك هلكم فديا دولد يو ضيال دقان يدت عيد كلبا وعن رواينا هل مدح سوستان ديجان هذا قل مذوق وعاوة قعنت أقو جرع عدوك الدارة الدار البور القرص الهلي قال هريري قال لها صورا مستقبل كويلك يا جبردا شنطة اما طبعا كسنة جرت هل كاس كنول مستقبل كدت كاس اي فيلايان وسيد اي اولاغ مان دت كاس هالكم فردية حلقي ابا غاركين انا تسكوهاي ستان انا قوم حان هلي دونا شركة سيدون نقون دونا وحان ربا وحير انا تكفي كرتان كوا مستقبل كودو وكو حرين يهي اذن كو سيدادو لغنطان اما ادو فكرتان كوا مستقبل كودو وكو حرين يهي اذن كو سيدادو سيدو تناسوشان بالوالبا يساند والبا او كلو ما ويلكاس يقبرداس الدير اما حرر دير جوكتا وحان مسولكا هم مر والبا قف والبا وهل كان تاغن ومسولكا ما يسكو خلاف فكرنو إنان دسنو قل مدوكت مدايسان ما يسكو خلاف فكرنو إنان كشقينو إنان حرينو ديغانا دي قل مدوك ما يسكو خلاف فكرنو إنان عرورتان مستقبلو سمينو ليب من نقون كرتو إنان اتلان زلنو وحان ناقا ناقوين او اه شرفت يا كرامة دادك سوماليات يكورير قل مدوك غارهان عرورت سو كوريس هدي مركا دريمي يسيد إنو عليز جيرو هديات دريم يسيد شقدون يدبتاي هديات كول ولي يسيد عاوة السيديبا دولت قبلات كل اسم دونا كول والويل كيات كوتاي اما يددى يا هباريار تادو تاي وجوغا ميل عدو هيستو وهلك همي ولي هاي ادوغو وحاد قبطو سيداد وفكرتو اما سيدات دادك قردين احفر ديو اولا شقيسو وعرمنا شركا دي بوشيسين تا سيد الله شاقي انو سود اما يسترو وحي هوري او قل مدوك اي لحي ندام كنو دكسنا داد بدن او صوماليا دا يكسو شقيين لقب اللابو كالكايو او سنة عبد غير جديد ونقل جو داد بدن اي مدح كسو نقدين قارنول يكوان نولين با نداب كاس انان سيحو جنو او نور دلو دولت قبلات كل جين ان قوة دقن احسن ناي سيداس دراد ديد ايان عاوة وحان هل كان قاعد دين ايان مركو اوغو هرريسا ان شركي دبوشيسين تا دولت قبلات كقل مدوك ونوفرين يهي كل جين ان قوة دقيب جلين وحاكلون سوى جيدين ايا عطسي اه ويتان وي نودو غاتين علومة دي اهل السنة مقالا ماد حدي واني سوى النمت عيدا مادي والا قرمي كو اميسم وي جوغان كو دوات كون ارقا يا ماد حدي قل مدو قردان ايا هل كان فرده وحاني دي كو عطسان ايا فرصد دان ايا دا هينا لقلو من رقل مدو وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.